وللوقوف على آخر التطورات في سوريا عقب انتهاء اجتماع عمان ودلالات القصف على مطار حلب الدولي، ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس الكاتب والصحفي السوري فراس علاوي. حياكم الله أستاذ فراس. السلام عليكم، تحية لكم وتحية للسادة المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ فراس، ما سبب عدم التفاؤل من مخرجات اجتماع عمان مع النظام السوري، وأين تكمن المشكلة في رأيك؟ بداية، عدم التفاؤل يعود لعدة أسباب رئيسية. أعتقد بأننا نستطيع إجمالها بثلاث أسباب. الأول بأنه لم تنضج هناك ظروف، أو لم يحدث هناك خرق سياسي بين الدول التي رفضت نظام الأسد في عام 2011 أو أبعدت نظام الأسد في 2011 وقاطعته، وبين 2023 خلال هذه العشر سنوات أو هذا العقد أو الـ 12 عاما لم يحدث أي خرق سياسي أو تغيير في سلوك النظام يبشر بأن هناك وصول إلى حل ما. هذا أولا. ثانيا، لا توجد خطة عربية وأفكار عربية حقيقية وموحدة تقدمت بها الدول العربية. هناك مجموعة أفكار غير منسقة وغير موجودة ضمن إطار معين قدمت للنظام، رفضها النظام. أيضا السبب الثالث، وهو سبب رئيسي أعتقد بعدم التفاؤل، وهو معرفة سلوك النظام. النظام لا يقبل أي شروط ممكن أن تؤثر عليه كمنظومة تسلطية تحكم سوريا. من يدرك عقلية النظام وكيف يفكر النظام يدرك بأنه يرى نفسه الآن منتصرا، وهو يتعامل مع الدول العربية أو مع المبادرات العربية بذهنية المنتصر، وهذا ما يجعله غير قادر على تقديم التنازلات، لأنه يدرك بأن أي تنازل يقدمه في أي ملف من الملفات هو بداية انهياره. لذلك عدم التفاؤل يأتي من عدم حدوث أي تغيير سواء كان في سلوك النظام أو في قدرة الدول العربية على فرض شروط معينة على النظام. نعم، يعني هناك من تحدث عن طلب النظام من الدول العربية الاعتذار عن العزلة التي تم وضعه فيها منذ 12 عاما. السؤال هنا، كيف ستتصرف الدول العربية مع هذا السلوك لربما المتعالي من قبل النظام؟ بداية، الدول العربية وخاصة قيادات الدول العربية والتي أمضت أيضا عقود في مراكزها تعرف كيف يفكر النظام وذهنية النظام. هذا النظام نفسه الذي وصفهم بأنصاف الرجال قبل الثورة بعام، وهم أعادوه قبل هذه المرة. يعني كان هناك مقاطعة عربية ومقاطعة دولية وأعادته الدول العربية. هم يعرفون كيف يفكر هذا النظام وكيف أنه غير قادر على تقديم أي تنازلات. الدول العربية تسير أو تعمل الآن في هامش معين مسموح لها من المجتمع الدولي وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل معرفة إلى أي مدى من الممكن الوصول أو هناك أحداث خرق في عملية التواصل مع النظام. بالمقابل، النظام يرى عودة الدول العربية إليه بأنها كما ذكرت لك في إجابتي الأولى هي انتصار له. هو يتعامل بذهنية المنتصر وبالتالي بذهنية التعالي على الدول العربية وبذهنية بأنه يجب على الدول العربية أن تعتذر له لأن هي التي أخطأت بحقه وهو لم يخطئ بحق الشعب السوري. أيضا هو يدرك بأن الدول العربية حاليا تقع في مأزق ما بين ما يحدث من اختلاط الأوراق في منطقة الشرق الأوسط ومحيطها وما يحدث في العالم من صراعات خاصة الحرب الأوكرانية وما يحدث أيضا من تدخلات في الشرق الأوسط من قبل إيران. كل هذا النظام يدرك ذلك ويدرك بأنها أوراق قوة لديه الآن على الأقل على المدى القصير أو المدى المتوسط. هو يملك هذه أوراق القوة بينما لا تملك الدول العربية أي أوراق ضغط على النظام من أجل فرض شروط معينة. لذلك هو يتعامل من هذا المنطلق بأن لا يوجد من يضغط عليه من أجل تقديم تنازل. إذن ما هي الخيارات أمام الدول العربية؟ أعتقد بأن الدول العربية يعني تلعب، بمعنى إذا أخذنا السياسة كلعبة تلعب بالوقت المسموح لها يعني الذي سيمتد إلى ما بعد الانتخابات التركية أولا ومن ثم ما بعد الإدارة الأمريكية الحالية. هذه الفترة تمتد إلى ما يقارب 18 شهرا. بهذه الفترة تحاول الدول العربية تخفيف قدر الإمكان من من آثار بقاء النظام سواء كان انتشار أو توزيع أو تخريب الكبتاغون أو حتى آثار أذرع النظام في تلك المنطقة وأذرع إيران أيضا. الجميع ينتظر ما ستسفر عنه الانتخابات التركية من أجل إعادة الاصطفافات في المنطقة، هذا أولا. وثانيا، الجميع ينتظر ما ستقوم به الإدارة الأمريكية الجديدة باعتبار أن الإدارة الديمقراطية حتى اللحظة تتعامل مع الملف الإيراني وكأنه
امتداد لحقبة أوباما التي سمحت لإيران بالتمدد في البلاد العربية على حساب ما يجري الآن في سوريا واليمن وغيرها من نعم المناطق. برأيك أستاذ فراس، هل تحتاج دول المنطقة لتقديم كل هذه التنازلات للنظام بعد كل المآسي والتداعيات التي تسبب بها للسوريين وللمنطقة برمتها؟ أعتقد بأن استخدام التنازل بمعنى أنه يقدم التنازلات يعني أكبر من ما يحدث الآن. ما يحدث الآن هو محاولة تقريب أو تقليل الخسائر من وجود النظام. التنازلات الحقيقية ربما فيما لو حاولت هذه البلدان، وأعتقد بهذا غير مسموح دوليا، بمحاولات إعادة الإعمار مثلا أو تقديم أموال للنظام. حتى اللحظة الحديث عن محاولات فرض شروط أو طلبات، إذا خففنا لهجة الشروط إلى طلبات، من النظام بوقف تحريب الكبتاجون. هناك إعادة نعم هناك يعني محاولة لإعادة تأهيله، لربما إعادته لحضن الجامعة العربية وإعادة النبض السياسي به. تماما، يعني يجب ان نفرق بين يعني امرين اساسيين او مسارين اساسيين. محاوله انعاش النظام داخليا وضخ ما ينتج عن اعاده تعويم النظام اقتصاديا وبالتالي تقويه النظام، ومن اعاده سياسيا. يعني بالنهايه الديارات السياسيه والاجتماعات السياسيه لا تغني من النظام اذا لم يكن هناك قبول دولي لها. يعني بالنهايه الجامعه العربيه هي مؤسسة إقليمية، تأثير النظام فيها محدود بالنسبة للسياسة الدولية. ما لم يكن هناك توافق أو موافقة غربية على إعادة تأهيل النظام، سيبقى النظام يتحرك بهذا الهامش المسموح له فقط يعني لمدة معينة، وكما ذكرت لك الجميع بانتظار ما ستسفر عنه الأشهر القادمة. طيب. بتغيير ربما تغيير الإدارة الأمريكية. طيب ماذا عن أستاذ فراس، ماذا عن إيران؟ هل ستتخلى بسهولة عن نفوذها ووجود ميليشياتها في سوريا، لا سيما أنها أصبحت قريبة من البحر المتوسط؟ طبعا إيران سوريا هي أحد الأحجار الأساسية في المشروع الإيراني، وسوريا هي الطريق الواصل إلى البحر المتوسط كما ذكرت حضرتك. فقدان سوريا يعني فقدان وصول إيران إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط. لذلك لا أعتقد بأنها ستفرط بسهولة، وإذا أرادت التفريط فهي لن تفرط بمكاسبها في سوريا، وإنما ستقدم تنازلات في مناطق معينة أو ربما حتى تنازلات ضمن السلطة السورية، ولكنها لن تتنازل عن بقائها في سوريا. إيران تعمل على البقاء طويل الأمد في سوريا. هذا البقاء ربما لن يكون عسكريا ولن يكون كقوات عسكرية، ولكنه حكما سيكون هي تبحث عن وجود اقتصادي واجتماعي وثقافي طويل الأمد. نعم، إذن كنت ضيفا عبر الهاتف من باريس الكاتب والصحفي السوري فراس علاوي، شكرا جزيلا لك.